هو ده شارع محمد علي بالقاهرة المشهور بالفن. هيدا محمد علي اللي رح يصير مشهور قريباً بالستار أكاديمي. الشارع مش مسمى على اسمه لأنه هو من الإسكندرية. هيدي باند محمد علي، هو ملحن مؤلف ومغني وعنده ستايل خاص بالغناء. هيدا جيتار محمد علي اللي ما بيفارقه أبداً، بيعزف على الجيتار بدرجة جيد جداً. هيدي كلية محمد علي. أنا بدرس ترميم آثار وبحب ترميم آثار جداً لأن مصر فيها تلت آثار العالم، والمجال ده مهم بالنسبة لي والبلد. هيدي حضانة أمه لمحمد علي. أنا الفيل أبو زلمة، زلمته طويلة طويلة توصل لودانه ورا، باخد بيها المية ورش أحلى كتير من أي دش. محمد بيجي على حضانة أمه وبيغني للولاد، هو بيحب الولاد والولاد بيحبوه. باي باي. ما بدنا ننسى إنه محمد شاب حلو، ابتسامته حلوة ومظهره حلو، فمحمد كله على بعضه حلو. بعد في إشياء كتيرة حنكتشفها قريباً بمحمد علي.